والنهارده وزاره الزراعه اعلنت في بيان لها عدم صحه الانباء اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي زعمت فيه ان هيئه الغذاء والدواء الامريكيه منعت دخول بعض من منتجات الالبان المصريه للاراضي الامريكيه بناء على تقارير نشرت الشهر الجاري على موقعها، وأن هذه التقارير ليست إلا إجراء دوري بتقوم به إدارة الموقع أثناء تحديث بياناته لكل قطاع من قطاعات الأغذية. أعلنت أيضا أن هناك وثائق رسمية تم نشرها على موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تثبت عدم صحة ما يتم تداوله بإصدار تقارير لمنع عدد من المنتجات المصرية من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.